اهلا. استاذ وهبي. اوكي. الو. الو بونسوار. هل حضرتك من النواب اللي كانوا برات البلد يلي هن بسببهم تاخرت الاستشارات النيابيه؟ لا حبيبتي، انا ما سافرت لمطرح. لي سنة ونص ما رحت لمطرح. انا سافرت بس زمان لنهارين وجيت. اوكي، لانه انت بتعرف يعني فخامة الرئيس قال انا اجرت الاستشارات لانه في بعض النواب مسافرين. قبل ما ماتت الوالدة بشي جمعة، يعني صار له 50 يوم. ايه حضرته هون بالبلد او مسافر؟ لا هون بالبلد. لا والله انا هون بلبنان وبستغرب هذا الكلام كيف طلع وتصوب على تكتلنا. ولكن فخامة الرئيس قال انه التأخير بسبب انه عدد كبير. مثل تكتلنا مظبوط. سيمو ابي رميا موجود هون؟ ما بعرف. الو. الو ويك. ايه سوري مشغول هلا منو هون. هل هو بلبنان او برات لبنان؟ لانه عم بقول له على السيلولار ما عم بيعطي خطه شيء. صراحه انا ما في اعرف عن جد. ما سافرت بهالفتره من وقت ما بلشت الثوره او ما سافرت ابدا؟ لا لا انا بلبنان اول شيء. عم بعتقد عم يحكوا عن نواب التكتل تغيير التكتل لبنان القوي، انا هيك قريت اليوم. ابدا ابدا انا كنت هون. اوكي، يعني ما تركت البلد ولا سافرت ابدا. اوكي. اللي 4 شهور او 5 شهور ما رحت محل. هو منع السمع، هو مسافر، بفتكر سافر الليله يعني بعد الظهر مشي. اوكي. انا ما دام فيت رجعت من فرنسا اول امبارح المساء. اوكي حكيم. انا باقي بالبلد. اكيد باقي بالبلد، يعني انا سافرت على كل حال لانه كان عندي مؤتمر طبي. نعم. كنت مسافر على رشيا وعامل اسكال بشتوره، بس انه كنت جاهز اني اجي على الاستشارات. اوكي، يعني فاذا انت على طول بالاراضي اللبنانيه وانت موجود لاي لحظه فخامه الرئيس بيدعي للاستشارات. البقص يطلب والبقص يطمر هو فخامه الرئيس، بروح دبدب لعنده. هل حضره النائب موجود بلبنان او مسافر؟ لا لا هون بلبنان. اوكي. لا لا ابدا انا بلبنان ما تركت الا فتره فعلا. اوكي، وانت باقي يعني بلبنان لغايه الاستشارات؟ ايه طبعا طبعا. أوكي. انا بلبنان موجود هلا. نعم. رحت 48 ساعه، اذا هو 48 ساعه عطلوا الاستشارات يعني خلص يساعدنا. لا يا حبيبتي، انا ما تحركت من البلد من شهر لليوم. من عقلك انه ممكن ياجل كرمالي حتى النواب المسافرين؟ ما حدا بده أكثر من 12 ساعة 14 ساعة ليكون صار بالبلد، يعني شو هالمسخرة أصلاً؟ لا كنت بلبنان، ما سافرت بعد أبداً. أجلت سفري كله انتهى بلبنان. هلا هو اليوم هون بس عنده سفرة. أنت موجود بلبنان ما سافرت؟ إيه لا لا أنا بلبنان. وباقي بلبنان؟ إيه هو الرئيس صرح هيك؟ إيه نعم صرح إنه سبب التأخير هذا آخر تصريح له إنه عدد من النواب اللي مسافرين ما رح يقدر يعمل استشارات. والله ما بعرف، انا بالنسبه لي نحن وتكتلنا كله، يعني بحكي باسم التكتل الوطني، ما حدا منا مسافر ابدا، كلنا هون وما حدا سافر بهالفتره اللي قبل. لا انا مش واحد من المسافرين، انا بلبنان وما سافرت بعد ما اعطي الاستشارات. من بعد يلي عملناه الأكيد أنه تعطيل الاستشارات ما بيتحمل مسؤوليتها النواب، بعتقد بس ينحط موعد بيجي النائب 12 ساعة. رؤساء الكتل النيابية أصلاً طول عمرنا بنقول اللي حاكمين البلد بلبنان هن 6 أو 7 أشخاص موجودين هون بالبلد، بيقدروا ينوبوا عن كل النواب، مش الكل يعني معظمهم. النواب المستقلين موجودين كمان بلبنان، معناتها أنه بدكم تضمنوا نتيجة التكليف قبل ما تعملوا الاستشارات. صراحة روحوا خيطوا بغير هيدا المسلي.